السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم بعض اقتراحات الوجبات السريعه سواء للعشاء او للغدا. فبلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو باش تعرفوا المكونات وطريقه التحضير. فاول اقتراح غادي نبداو به هو غراتان بالبطاطا والدجاج. غنحتاج كميه ديال البطاطس، انا احتاجيت نص كيلو ديال البطاطس مقطعه مربعات صغيره، بصله واحده مفرومه او مقطعه رقيقه، صدر ديال الدجاج قطعته على هذا الشكل. هذا يمكن لكم تستعملوا اي بلاصه في الدجاج وتحيدوا لها العظم، ماشي بالضروره تستعملوا الصدر. الا كان عندكم الاحسن، ما كانش عندكم يمكن لكم تستعملوا اي بلاصه. فص من الثوم، كركم او لا خرقوم، ابزار، ملح وزنجبيل او سكنجبير، وبطبيعه الحال زيت الزيتون. اول حاجه غادي ناخذها غناخذ مقلاه غنوضعها على النار، غنوضع فيها القليل من زيت الزيتون، وبصله واحده مفرومه او لا مقطعة رقيقة، فص من الثوم. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج كركم، سكنجبير او لا خرقوم، ابزار والملح. غادي نشحر هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم حتى كتبان ليا البصلة. من بعد ما كتبان ليا البصلة كنضيف ليها الدجاج مقطع مربعات صغيرة وملعقة صغيرة من البابريكا أو التحميرة، غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نضيف ليهم ربع كاس ديال الماء، يعني شوية الماء شوية الماء، وغادي نخلطهم ونخليهم على جنب حتى كيطيب ليا الدجاج. في مقلاة وحدة أخرى غادي نضع كمية ديال الزيت، وغادي نقلي البطاطس ديالي. يمكن لكم تدخلوها الفران بالنسبه للناس اللي ما كيبغاوش القليان، دهنوها بشويه ديال الزيت ودخلوها الفران. غادي نقلي البطاطس فقط حتى كتاخذ لي واحد اللون ذهبي، ماشي بالضروره تكون تحمر مزيان، كتاخذ فقط واحد اللون ذهبي. من بعد ما كنقلي البطاطس وكتب لي الدجاج، كناخذ اناء وكنجمعهم فيه، كنضيف لهم قزبر ومعدنوس، كميه من الجبل الاحمر. بالنسبه للكميه اللي بقات لي غادي نخليها للوجه باش نضعها للوجه في الاخير. غنبدا ناخذ 4 ديال الحبات البيض، يمكن لكم تستعملوا قل او اكثر اللي كان متوفر عندكم في الدار. غادي نطربهم مزيان، غادي ناخذ الاناء اللي غيدخل الفران وغندهن الوجه ديالو مزيان بالزبده. ناخذ البيض وغنضيفو على الخليط تدريجيا شويه بشويه، وانا كنخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم. من بعد كناخذ الاناء اللي غندخل الفران وغنصب فيه الخليط، نقاد الوجه ديالو باش يكون على شكل يعني متساوي او لا ياخذ ليا الفورمه ديال المول، وغنزيد ليه الوجه ديالو بالفرماج وغندخلو الفران يطيب من الفوق لتحت، يعني يطيب من التحت هو الاول عاده باش نشعل ليه الفوق يتحمر. فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما خرجت من الفران غنقطع لكم مورسو منه او لا قطعه منه باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. صراحه كيجي زوين بزاف وسهل التحضير، يعني ما كيطلبش بزاف ديال الوقت. وكنقدموا بالصحه والراحه. نمشيو دابا مباشره للاقتراح الثاني اللي هو عباره عن بيتزا بطريقه جد سهله وبسيطه بعجينه العشر دقائق. انا سبق اللي حضرتها معكم في فيديوهات الفايته، غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. غناخذ العجين غنوضع فوق منه صلصه الطماطم، غنوضع الفلفله والبصله وكذلك الطون. يمكن لكم تستعملوا كفته او الدجاج او اي نوع ديال الحوت عندكم، الكالامار او الكروفيت اللي متوفر عندكم. غنوضع فوق منها موتزاريلا، يعني كميه لا باس بها، وغنوضع حبات من الزيتون. فهاد الاثناء انا دايره الفران كيسخن، يعني يكون سخون مزيان الا بغيتو البيتزا تجيكم زوينه ورطبه ومنفوخه، خاص الفران يكون سخون بزاف. غنوضع الاوريغانو او الزعتر غنحكو بين ايديا وغادي ندخلها للفران. نفس الطريقه كنخدم البيتزا الثانيه. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما خرجت من الفران صراحه كتجي البيتزا زوينه بزاف. نقطع لكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي. كنرافقها انا باتاي، كتعجبني البيتزا باتاي، يمكن لكم ترافقوها
بعصير. انا كتعجبني البيتزا باتاي كيف ما كتشوف راه كتجرطبان وطايبه مزيان محمره وبصحه وراحه. نمشيو للاقتراح الثالث اللي هو نحضروا الشعريه بالدجاج. ناخذ طنجره وغنوضع فيها جوج الحبات ديال الطماطم محكوكين، فص ديال الثوم، بصله وحده محكوكه، غنوضع كميه من زيت الزيتون، وغنوضع قطع ديال الدجاج. يمكن لكم تستعملوا اي بلاصه في الدجاج، انا استعملت الصدر. غنوضع التوابل، هنا استعملت التحميره، الملح، ابزار، سكنجبير، والكركم والكمون، يعني معلقه رص معلقه من كل حاجه، قزبر ومعدنوس. غادي نغطي على هاد المكونات وغنخليهم حتى كيتشحروا مزيان. فمن بعد ما كيتشحروا لي هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وكيتقلاو، غادي نضيف الكميه ديال الماء، يعني تقريبا واحد اطر ديال الماء، فاش يطيب لي الدجاج وطيب لي في نفس الوقت الشعريه. غادي نخليها نغطيها ونخليها حتى كيطيب لي الدجاج. من بعد ما كيطيب لي الدجاج كنضيف الشعريه. انا استعملت كمية اللي استعملت جبانية ديال الشعرية، غادي نخلطها وغنخليها حتى كتشرب ليا الماء أو البلول اللي فيها، ونقدمها بالصحة والراحة. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما طابت، أنا بالنسبة لي الشعرية كتعجبني تكون شوية مرخوفة، يعني ما تكونش معصطة بزاف، كتعجبني تكون مرخوفة صراحة، كتجي لذيذة بزاف، يعني ما كيشبعوش منها لا الدراري الصغار ولا حتى الكبار، وكنقدموها بالصحة والراحة. بالنسبة للاقتراح الرابع اللي هو شربة ديال العدس، غادي نحتاج طنجرة غنوضع فيها زيت الزيتون، بصلة واحدة مفرومة رقيقة، جزرة واحدة محكوكة في الحكاكة الغليظة، غادي نضيف ليها القليل من الملح، دائما الملح كيبقى على حسب الذوق، وفص من الثوم. غادي نشحر هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، وغادي نغطي الطنجرة حتى كيدبل ليا البصلة. فمن بعد ما تشحروا لي هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، كنضيف قياس كاس واحد من العدس الاحمر الخاص بالشربات من بعد ما غسلته مزيان، قياس كاس واحد لحقاش كيضاعف الحجم ديالو كيكثر. كنضيف كاس واحد وكنخلط مزيان هاد المكونات. من بعد كنضيف العطريه الزنجبيل او سكنجبير، راس معلقه، راس معلقه من الكركم او الخرقوم، وغادي ندير الماء الكافي فاش يطيب لي العدس، يعني ما تكثروش الماء بزاف لحقاش دغيا كيطيب العدس ما كياخذش بزاف ديال الوقت. غادي نغطي الطنجره ونخليه حتى كيطيب لي العدس واحد 10 دقائق تقريبا كيوجد. من بعد ما كطيب لي العدس كيف ما كتشوفوا، كنتاكد انه طاب مزيان، كناخذ جبانيه او زلافه كنوضع فيها معلقه كبيره من النشا او المايزينا، كنضيف لها شويه الماء بارد وكندور بها الشوربه باش تجيني عاقده وثقيله، يعني ما يبقاش الماء معزول بوحده، وكنضيف لها معلقه صغيره من الكمون والقليل من الابزار، ما تكثروش الابزار باش ما تجيكمش حاره، وقطرات من زيت الزيتون. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم ونغطي الطنجره ونخليها طيب، ونمشي مباشره باش نوجدوا الخبز المحمص. بالنسبه للخبز المحمص غادي نحتاج واحد الجبانيه غنوضع فيها معلقه كبيره من الزبده، قليل من زيت الزيتون، جوج الفصوص ديال الثوم، وقزبر ومعدنوس. بالنسبه للخبز الطوست او لا باندومي، راه سبق لي حضرته معكم في الفيديو الفايت، نخليكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كندير كميه كبيره وكنحتفظ بها في المجمد، لوقيتها فاش كنبغيها كنجبدها وكنستعملها. كناخذ خبز طوست وكنهل الوجه ديالو كامل بهذا الشكل هذا، وكنزين الوجه ديالو بالجبن اولا فرماج حمر، يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الجبن عندكم، اولا يمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش متوفر عندكم، فقط تكتفيوا بالصلصه اللي دهنتوا بها الوجه ديالها. وكنزين الوجه ديالو بشويه ديال الزعتر او لا الاوريغانو، وكندخلهم الفرن حتى كيتحمروا. وهنا كيف ما كتشوفوا هذه الشربه ديالي صراحه كتجي لذيذه بزاف، ويعني وصحيه، كنرافقها بحبات من الثمر
وهذا بالنسبه للخبز ديالي من بعد ما خرجته من الفران كيجي لذيذ بزاف، ما كتشبعوش منه بالنكهه ديال زيت الزيتون كيجي والثومه كيجي ممتاز وبالصحه والراحه. بالنسبه للاقتراح الخامس غادي نحتاجو مقلاه، غنوضع فيها جوج الحبات ديال الطماطم محكوكين، بصله واحده مفرومه او لا مقطعه محكوكه عفوا، فص من الثوم. بالنسبه للعطريه غادي نحتاج الملح، بابريكا، كمون وسكنجبير والخرقوم والابزار. غنوضع قليل من زيت الزيتون، يمكن لكم تستعملوا زيت الرمية على حسب باش كطيبوا نتوما يا فطار، والقليل من القزبور والمعدنوس. بالنسبه للكميه اللي بقات لي غناخذها خلال التزيين، غادي ناخذ هاد المكونات كاملين وغنوضعهم في على البوطه حتى كتشحروا ليا مزيان. فمن بعد ما كتشحروا ليا كنضيف لهم حبات من الكروفيت، يمكن لكم الا كان عندكم ضيفوهم، ما كانش عندكم يمكن لكم تستغناو عليهم، ماشي بالضروره تضيفوا الكروفيت الا ما عندكمش. انا فقط كان عندي واحد شويه ضفطو هنا. من بعد ما كتجلسوا لي العناصر مع بعضياتهم مزيان كنضيف البيض. البيض دائما كذلك كيبقى على حسب عدد الافراد وعلى حسب الكميه اللي كتبغيو نتومايا. وغنزين الوجه ديالها بالقليل من القزبور ومعدنوس الكميه اللي بقات ليا. كنقطع حتى كيطيب ليا البيض. انا كيف ما كتشوفوا المقيله ديالي من بعد ما طابت صراحه كتجي لذيذه بزاف. كنرافقها بسلطه او لا شلاضه ديال مطيشه والخس والخيار والبصله. زينت الوجه ديالها بحبات من الزيتون الاسود والجبن. انا هنا استعملت جبلي بالعصر اللي رافقت معاه هو عصير الحامض، وهنا الخبز ديالي المعتاد بالخميره البلديه كيف ما كتشوفوا كيجي رطب. راه سبق لي حضرته معكم من قبل. غنخلي لكم الرابط ديالي في صندوق الوصف. وبالصحه والراحه نمشيو للاقتراح السادس اللي هو تاكوس. تاكوس راه سبق لي كذلك حضرته معكم من قبل في الفيديوهات السابقه. غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. كندهن الوجه ديالها بالصلصه الحلوه كذا. انا نستعمل بجوج ديال النكهات، بصلصه حلوه وصلصه حاره. انا الصلصه الحلوه اللي سبق لي كذلك حضرتها معكم. غنوضع شرائح ديال الجبن، البصل المقلي او لا مشحره بصله، الفريت او لا بطاطس مقليه في الفرن يعني صحيه كذلك ماشي مقليه في الزيت، كميه من الكفته والقليل من الدجاج. هنا انا درتو ميكس، يعني يمكن لكم تستعملوا نوع واحد فقط، يعني يمكن لكم تستعملوا كفته بوحده او الدجاج بوحده. انا كيعجبني يكون ميكس، استعملتهم بجوج. كنقاد الطاكوس ديالو كنسدو مزيان وكنديرو في البريصه. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت صراحه كيجي الطاكوس اللي لذيذ بزاف وسهل التحضير. كنرافقو كذلك بسلطه ديال المطيشه والخس والخيار والزيتون. انا نحل لكم تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل، كيجي لذيذ بزاف. ورافقته كذلك بعصير ديال الليمون والفريز والبانان. نمشيو للاقتراح السابع اللي هو سباكيتي بالدجاج. كتجي حتى هي لذيذه بزاف. كناخذ مقلاه كنضع فيها بصله واحده مفرومه رقيقه، قليل من زيت الزيتون، كنغطيهم وكنخليهم حتى كتشحروا ليا مزيان. كنضيف لهم الدجاج مقطع مربعات صغيره، قليل من الابزار، قليل من التحميره او البابريكا، قليل من السكنجبير، قليل من الملح والقليل من الكركم او خرقوم. غادي نشحر هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وغادي نغطي المقله وغنخليهم حتى يعني كيتشحروا مزيان. من بعد ما كتشحر ليا الدجاج مع البصله كنبدا نضيف جوج الحبات ديال الطماطم يكونوا محكوكين، يعني كنحيدو لهم الزريعه وكنحكوهم، قليل من القزبر ومعدنوس، وكنضيف معلقه كبيره من مركز الطماطم اللي سبق لي حضرته كذلك معكم في البيت. سبق لي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف طريقه تحضير الطماطم المركزه في البيت. كنضيف ربع كاس ديال الماء وغادي نخليها على جنب حتى كيطيب ليا مزيان الدجاج وكتختار ليا لاصوص. في نفس الوقت كناخذ طنجره
كيكون فيها الماء يكون سخون، الماء مع الملحه كنضيف ليها شويه ديال زيت الزيتون باش ما تلصقش ليا سباكيتي مع بعضياتها، وكنسلقها. من بعد ما كطيب ليا تسلق ليا سباكيتي كنصفيها، كناخذ طبصيل وكنوضعها فيه، وكندير فوق منها صلصه اولا صوص ديال الدجاج، صراحه كتجي لذيذه بزاف. كنزين الوجه ديالها بشويه القزبر ومعدنوس والجبن المفروم كذلك، الا كان متوفر عندكم، ما كانش متوفر عندكم يمكن لكم تستغناو عليه، وكنقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتنال الاحسان ديالكم، ولا كان كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات بحال هاد الشكل هذا، ما عليكم تخليو ليا تعليق في صندوق في خانه التعليقات، وما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو واشتراك القناه بالنسبه للناس الجداد. وبسلام عليكم، نتلاقاو في لا فيديو جاي ان شاء الله.